بسم الله الرحمن الرحيم. جينا اليوم باش نعلنوا بصفة رسمية على أحداث وتكوين وتأسيس تنسيقية قوى الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم. باش نقوم بتلاوة البيان التأسيسي. تداعت الأطراف المشاركة في المؤتمر الوطني للمحاسبة الذي انعقد يومي 12 و13 جانفي 2013 بقصر المؤتمرات بالعاصمة قصد استكمال أشواط المحاسبة وتنفيذ توصيات المؤتمر وبعد التداول في أوضاع البلاد وما آلت إليه من تدهور على جميع الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة لعدم تصدي الحكومات المتعاقبة على السلطة للفساد والفاسدين. وبناء على ما تقدم قررت الأطراف المشاركة استكمال أشواط المحاسبة وتنفيذ توصيات المؤتمر وتحويل اجتماعها ونشاطها إلى تنسيقية قوى الثورة لتعمل على التصدي لأعداء الثورة وتسعى لاستكمال أهدافها وذلك مرحليا بمكافحة الفساد وإطلاق المبادرات المناسبة في الغرض وتقييم أعمالها بصورة دورية. وتتطلع الأطراف المشاركة في أعمال التنسيقية إلى خوض النضالات المشتركة ودعم المشترك السياسي والمدني بين مكوناتها وصولا إلى تحويلها إلى جبهة سياسية وطنية تقود المسار الثوري وتوحد المواقف والاستحقاقات المطروحة ولتحديد وتحقيق أهدافها. تتوخى التنسيقية صيغ النضالات الشعبية السلمية وتتخذ إجراءات المحاسبة والمتابعة القضائية طبقا للمعايير الدولية وتسعى لعرض مشاريع قوانين لمكافحة الفساد وإصلاح مؤسسات الدولة بما يجسم تطلعات الشعب في استكمال أهداف الثورة ومعرفة الحقيقة.